كثير بمراحل متطوره اللي بنحس يعني ممكن بيقولوا بنرفع راسنا ببلدنا وبهاي اللعبه لانه اغلب البنات هون محترفات وبيلعبوا بليغا عاليه. اكثر شيء كل البنات مع بعض دائما بدعموا بعض بشجعوا بعض حتى لو خسرنا دائما مع بعض وهالشيء قليل انا بحس انه بنلاقيه بالفرق العربيه. احنا تقريبا من اول فريق عربي ثاني فريق عربي اللي وصل لهي المراحل وايش منيح بدعمنا واحنا حاطين هدف ان شاء الله نوصل له ونطلع ليغا اعلى. انا صغيره